هنا مستشفى ناصر بخان يونس، واحد من بين أكبر المستشفيات الصامدة في وجه وحشية الاحتلال. اكتظاظه الكبير بالجرحى والمرضى أصحى أمراً مألوفاً للكادر الطبي، لكن ما لم يشهدوه طيلة مسيرتهم المهنية هو العمل تحت وطأة نقص رهيب في الإمدادات الطبية. أما العمل لساعات طوال فغدا من المألوف، حتى أصبحت مغادرة المستشفى أشبه بالمستحيل. كمنظومة صحية منهارة جداً، احنا داخل الطوارئ منهاره، اغلب الادوات داخل العنايه المكثفه، شو اقول لك الاصابات مش موجوده، المحلول الملحي اللي هو محلول ملحي، امس احنا من الصباح لغايه المساء ما فيش محلول ملحي، مشتغل بالرنجر مش موجود، زي ما انت شايف هاي عنايه مركزه المفروض يكون فيها 4-5 سراير، ما فيش سراير، صرنا يعني احنا الاربع سراير ده قاعدين عليهم ناس برا دخول، بيجي مصاب للعنايه على الارض. المنظومة الصحية منهارة، الكادر التمريض منهار. يروي طبيب محمد بمستشفى ناصر بخان يونس تفاصيل المعاناة والعقبات اليومية التي تواجه الأطباء خلال ممارسة مهامهم، وأثقلت كاهلهم وعمقت متاعبهم. محمد يقول إنه لا يعلم إن كان مصير المرضى الموت تحت قصف الاحتلال أو جراء غياب الرعاية الصحية. أصبحنا الآن يعني بسبب عدم وجود الأدوية، هذا الدواء له بديل ملوش بديل، هذا متوفر هذا مش متوفر، معظم العيانين أو المريضين بياخذ الرعاية الصحية الكافية المفروض أنه يأخذها. يعني المستشفيات في غزة أضحت الملاذ الأخير لنازحين يصطفون خلف المرضى بحثا عن سقف يقيهم من القصف الصهيوني الذي لا يتوقف، أو أروقة ينامون فيها ويقضون معظم أوقاتهم بها. وجينا على مستشفى ناصر وللأسف الشديد نايمين في الممرات، وللأسف الشديد المنظومة الصحية في مستشفى ناصر سيئة جدا، ما فيش علاجات، نتوجه لهذا للإدارة وللاستقبال بقول لك فيش أدوية، فالوضع مأساوي جدا ومش قادرين، يعني احنا مرميين في البرد يعني في الهواء. مستشفى ناصر بخان يونس عينة من مشاف قليلة باتت تقدم شبه خدمات صحية، فقصف الاحتلال أتى على نحو 90% من المؤسسات الصحية، ما يعني انهيارا كاملا للوضع الصحي.